الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسن. أدعو الله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا. اللهم إنك أعنتنا على ختم كتابك الذي أنزلته نورا، وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلته على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنا أعرضت به عن شرائع أحكامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا، وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت على ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، وألهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حمله، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، فصل على محمد الخطيب به، وعلى آله الخزان له، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك، حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يخترجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا ممن يعتصم بحبله، ويأوي من المتشابهات إلى حفظ معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويهتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج إسفاره، ويستصبح بمصباحه، ولا يلتمس الهدى في غيره. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت بآله سبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة.
واحفظ بالقرآن عنا ثقل الأوزار، وهب لنا حسن شمائل الأبرار، واقفوا بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتقفوا بنا آثار الذين استضاءوا بنوره، ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره، واجعل القرآن لنا في غلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة مخرسا، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. اللهم وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحفظ به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درن قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا، وارو به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل الإيمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. اللهم واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق، وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق، واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك ذائدا، ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه إيدا. اللهم وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي وقيل من راق، وتجلى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق، وداف لها من دعاف الموت كأسا مسمومة المذاق، ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول المقامة بين أطباق الثرى، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا، ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آمنا، وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا، ونور به قبل البعث سدف قبورنا، ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة، وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة، واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا، ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اللهم ربنا وفق شيخي الشيخ هشام حيدر وجميع مشايخه ومن علمه بطاعة الله،
اللهم اجعله في الدرجات العلا في الدنيا والآخرة، ووفقه اللهم لخدمة كتابك العظيم، واكتب له ولمشايخه ولأهله وذريته السعادة في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، افتح لشيخنا من بركات السماء والأرض، وأعطه من خيري الدنيا والآخرة حتى يرضى. اللهم وفقه وسدد خطاه على طريق التقوى والصلاح يا رب العالمين، واحفظه من شر الحاسدين الضالين، وأطل عمره في سبيل مرضاتك يا الله. اللهم ربنا اجعل كل ما يقدمه من أعمال صالحة في موازين أعماله يوم القيامة، وأن يزيده من فضله يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك يا شيخنا من أهل الفردوس الأعلى، ويجمعنا بك فيها، وأن يظلنا الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا على منابر من نور. اللهم آمين. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك، كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك. اللهم وثقل ميزانه يا الله، وتقبل شفاعته، وقرب وسيلته، وأتم نوره، وارفع درجته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل طاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا بكأسه. اللهم اجزه بما بلغ من رسالاتك، وأدى من آياتك، ونصح لعبادك، وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين المصطفين. والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا على دعواتك الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يكتب لنا هذه الجلسات في موازين حسناتنا، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، وعن النار مخلصة. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. هذا وما كان من توفيق فمن الله تبارك وتعالى، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يؤاخذنا بأخطائنا، وأن يعفو عنا سبحانه تبارك وتعالى. وأجيزك أيها الأخ الحبيب أبا مريم أستاذ دريد إبراهيم بهذه الرواية المباركة، رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبي. فكما أجزتك من قبل بقراءة الإمام عاصم براوي شعبة وحفص من طريق الشاطبية أيضا، فأقول أنني أجيزك بهذه التلاوة إجازة شفوية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لإتمام القراءات العشر بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وبارك الله فيكم، ونفع الله تبارك وتعالى بكم، وحقق الله تبارك وتعالى لك يعني كل ما تتمنى بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا أيها الأخ الحبيب أستاذ زري. وفيكم بارك، وفيكم بارك. كما أجزتك من قبل بقراءة الإمام عاصم براوي شعبة وحفص من طريق الشاطبية أيضا، فأقول
أقول أنني أجيزك بهذه التلاوة إجازة شفوية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لإتمام القراءات العشر بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع الله تبارك وتعالى بكم وحقق الله تبارك وتعالى لك يعني كل ما تتمنى بإذن الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا أيها الأخ الحبيب أستاذ زريق. وفيكم بارك وفيكم بارك. وفيكم بارك وفيكم بارك.